أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للشخص أن يبحث عن زوجة عقيم لتكون زوجة له، لأن لديه الذرية الكثيرة من زوجته الأولى مأجورين؟ لا ينبغي له أن يبحث عن المرأة العقيم، قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا يقول: أنا عندي أولاد كثيرون، لأنه لا يدري متى، ربما يعتريهم الموت والفناء ولا يبقى عنده أحد. وأيضا كثرة الأولاد مطلوبة ليكثر جمع الأمة وسواد الأمة بذلك، ورزقهم على الله. لا يتأثر بالدعاية الباطلة التي تقول تحديد النسل خوف الفقر، إن هذه دعاية غربية ماكرة. المسلمون يكثرون من النسل ما استطاعوا، لأن في ذلك تكثيرا للأمة وإرهابا للعدو. نعم.